عشية يوم السبت من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي. سأفهمك وأعلمك الطريق التي تسلك فيها وأنصب عليك عيني. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى جبل وجلس هناك، فجاءت إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وصم وعسم وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدميه فشفاهم حتى تعجب الجموع، إذ رأوا الخرس يتكلمون والعرج يمشون والعميان يبصرون والصم يسمعون، ومجدوا إله إسرائيل والمجد لله دائماً.